طب نرجع للكبد المناعي، وهل يوجد علاج بدون زراعة صفائح 50؟ لا مش هي عارف انا ايه لا صفائح لا هي 50 دي. كاتبه السؤال غلط. هو الصفائح 50,000 طبعا ده واطي جدا جدا يعني. الصفائح الدمويه اساسا من 250,000 لنص مليون، ف50,000 ده رقم واطي جدا. الصفائح هي المسؤوله عن تجلط الدم. اللي مصابين بفيروس سي بيجي لهم حتى بعد العلاج نقص في الصفائح، فبي بي 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 بيعوق جراحات كتير جدا. وهي بتشتكي من ان اسنانها عندها مشاكل، واعتقد اللي بيعملوا زراعات اظن بيشيلوا اسنانهم يعني مع اللي هي عدد صعب كبير. عليها اجراء اي جراحة بالرقم ده. يا يعني ما تقدرش تخش تعمل جراحة بالرقم ده. ممنوع. طب وتقدر تحسنه بيتحسن بالادوية؟ بقى اكثر من حاجة، نحسن السبب بقى وظائف الكبد لما تتحسن وكده، ولازم تعمل بذل نخاع عظم نشوف الاساس فين، هل في مشكلة في الصفائح في صناعتها ولا هي الطحال بيه. لازم نعرف ايه اللي قصة طويلة بيحصل لها جدا. الرقم دوت. تسلم نفسها لواحد بتاع كبد مستشفى. كويس. والكواسة دي نعرفها ازاي؟ والله كويسين معروفين يا استاذ محمود، طبيب كويس معروف يعني. النصاب معروف جدا جدا، والكويس معروف جدا يعني بالفطرة كده. انا بعاني من الام في المعده من سنوات، واخدت لها علاج بس بتعودني على فترات، والالام عباره عن نار بجدار المعده، ومع هذه الحاله احيانا تلازمني حاله اختناق ولون وجهي يزرق، وبفقد الذاكره لمده ثواني، مع العلم اني كنت بتعالج من زياده كهرباء على المخ. دي عاشقه الجنه اسمها كده. كنت بتعالج من زياده الكهرباء على المخ، والحمد لله تم الشفاء منها من 5 سنوات، لكن حاله الاختناق وفقدان الذاكره بدأ يعودني من شهور. بس السن قد ايه؟ معلش مهم قوي السن هنا. دي هل واحدة هي ست. شابه؟ انت حضرتك دكتور كبير تسأل السن، انا ما اقدرش اسألها. هو طبعا السن الاعراض هنا بيفرق جدا يعني. دي لو مثلا في الستينات هشخصها تشخيص مختلف تماما عن التشخيص عشرينات. نفسه ولا العلاج؟ والعلاج كل حاجه يفرق طب كتير. نقول انها صغيرة ونقول انها صغيرة كبيرة. وكان عندها كهرباء زيادة، كهرباء زيادة في المخ اللي هي الصرع. الصرع وبتزرق يبقى مع تشنج ولا مش مع تشنج؟ يعني هل هي ما بتزرق كتبتش لما كلمة تظن تتشنج؟ تشنج ما يعني؟ كتبتش يعني. لا ما فيش تشنج. الرسالة مش واضحة يعني. طيب وضحيها أكتر يا تبعتيها عشقة لنا واحنا نجاوبك عليها كويس جدا يعني. غضروف، بقالي 7 سنين عاملة الغضروف الفقرة الرابعة وما رجعت زي الأول، مش بقدر أشب على رجلي. حضرتك ممكن الغضروف برضو لا مش تبعنا. مش تبعنا الغضروف مش ده، عايز تبعنا. دكتور أعصاب أو عظام. بالظبط كده. الغضاريف والحاجات دي فيها مشكلة، مين ياخدها، دكتور العظام ولا دكتور الأعصاب؟ وخناقة مستمرة على يعني. فكرة يا أستاذ محمود دي حاجة يعني بقت حاجة وحشة جدا في مصر يعني. ليه الخدمة ما تقدمش باتنين؟ ايه الموانع؟ المناظير بتوع المتوطنه يعملوها وبتوع البطن يعملوها، ايه المشكله في كده؟ ليه تبقى خناقه؟ جراحه العمود الفقري لا هم يعملها مش هي مش خناقه، بس هم لا بيشتتوا خناقه المرضى والله يعني، خناقه. بيشتتوا المرضى. القسطره يعملها استاذ طب حالات حرجه ولا بتاع قلب؟ الاثنين. الاثنين ما دام اجدها وكويسه، ايه المشكله؟ لا ما فيش مشكله خالص. الخدمه الواحده ممكن جدا تقدم باثنين. بس الطب تطور لدرجة التخصص الدقيق. ده دقيق. يعني الدكتور اللي هو بتاع البطن دقيق والقلب ما بيستعملوا القسطرة من دكتور العناية المركزة. لا ازاي؟ الاتنين زي بعض بالظبط. لا استعمالوا للقسطرة. يعني في بتاع دكتور طب بيعمل الحالة قساتر الحرجة 10 مرات في اليوم. بتاع الحالات الحرجة بيشتغل أكتر. ما هو ده أنا بتكلم على كده. لا أصل الخناقة من بتوع القلب. بتوع القلب.